بقية المحاضرة بيفكرونا بالبريك بدري شوية بقى بعد كده مش يعني نبدر البريك 10 دقايق كده بس الهواء يغير معانا بقى مش كده؟ كل اسبوع نقعد نبدر البريك لحد ما نبدأ بقى متأخر شوية ممكن نبقى نأخر البداية شوية لو تحبوا يعني ماشي يعني ممكن على الاسبوع الجاي بقى يعني نلحق قبل المحاضرة ان شاء الله. طيب خير ان شاء الله. طيب تعالوا بس اخر جزئيه في مجموعه السلايدز يعني المحاضره الاولى دي هي الحدي المحاضره الاولى كل دي كنا بنتكلم في السيستم امبرفكشنز تمام قبل ما نبدا نتكلم بقى في السيركت ديزاين يعني فدي يمكن اخر توبيك بس يعني حبيت اضيفه عشان يبقى اتكلمنا على الاثنين يعني احنا اتكلمنا على الامبرفكشنز اللي في الواير لاين نتكلم على حاجه بسيطه في الاوبتيكال خلاص طبعا الاوبتيكال الباندويث يعني كبير جدا ومفتوح بس من احد الحاجات اللي ممكن تسبب مشاكل في الاوبتيكال فايبر حاجه بيسموها البي ام دي اللي هي البولاريزيشن مود ديسبرجن خلاص اللي هي عباره عن ايه انت بتنجكت من ناحيه الترانسميتر في الفايبر اوبتيك طبعا دي اوبتيكال سيجنال بس احنا ايه يعني خلاص احنا اتفقنا ان في حاجه هتحولها فروم ان الكتريكال سيجنال تو ان اوبتيكال سيجنال ف يعني ممكن نبص على pulse response بس هي في الاخر هي لما ترجعها electrical signal هتبقى نفس الفينومينا اللي احنا بنتكلم عليها بس في الاوبتيكال دومين يعني طب في ايه قصه البولاريزيشن مود ديسبرجن انت لما اكسايت الاوبتيكال سيجنال دي في الفايبر الفايبر ده في الغالب هيبقى سيركلر صح فهيبقى عايز سيركلر بولارايزد ويف فالسيركلر بولارايزد ويف دي كانك بتاكسايت اثنين ويفز اورثوجونال مش كده واحده في الاكس دايركشن واحده في الايه في الواي دايركشن ليه لان هو دايره فمش هتفرق صح ممكن تاكسايت في دي او في دي او كانك بتعملها دي كومبوزنج في الاثنين يعني طب فطول ما الاثنين ار ماتشد وايدنتيكال وبيشوفوا نفس الشانل ريسبونس اللي هو في الاوبتيكال بقى هيكورسبوند لايه لحاجه زي الريفراكتيف اندكس بتاع اللايت تمام يبقى الاثنين هيوصلوا عند الريسيفر في نفس الوقت بالظبط فلما الريسيفر يرجع يجمع التو بولاريزيشنز دول ويخشوا بقى على الترانس الفوتو دايود اللي هيطلعهم از ان الكتريكال سيجنال هيجمعهم كوهيرنت ومش هتخسر حاجه صح المشكله بتحصل انت لما الفايبر يبدا يبقى فيه اسيمتري بسيط جدا في حاجه زي الايه الريفراكتيف اندكس فيعامل بولاريزيشن بطريقه مختلفه شويه عن الايه عن البولاريزيشن الثاني تمام فمثلا نتيجه الريفراكتيف اندكس تلاقي الفيلوسيتي بتاعت واحد من البولاريزيشن اسرع من الثاني طب فايه اللي هيحصل للبلس بتاعتك دي في الاخر هيجي لك تو بيكس كده في البلس تو بيكس دول المسافه بينهم الدلتا تي بينهم هي تعبر عن الايه عن فرق السبيد وطبعا فانكشن في الطول بقى بتاع الايه الفايبر يعني تقدر تحسبها لو انت عرفت الدلتا في الفيلوسيتي دي قد ايه تمام ومن طول الفايبر تحولها لايه لارايفل تايم خلاص الفكره بس ان الموضوع ده مش ديترمينستك هيبقى راندم يعني في شويه راندمنس مش حاجه دايما ثابته خلاص لان ممكن مثلا يحصل في حته تلاقي كابل الفايبر اتضغط فيها فيبقى في اتجاه بيعامله غير ايه اتجاه تاني بقى كده بروباجيت تاني الفايبر كويس بقى كده يحصل مشكله تاني وهكذا ففي راندمنس جامده في الموضوع فبرضه بيعملوا له موديلنج شويه بايه بنوع من الراندم فاريبلز يعني الفكره ايه ان انت لما تدخل السيجنال بتاعتك في الفايبر خلاص هو مش بيديسكريمينيت بين التو مودز فهو هيلونش التو مودز تمام فمفيش مشكله از لونج از ان الاثنين هيتعاملوا زي بعض لان التوتال انرجي في الاخر هما حاصل ايه جمع الاثنين تمام يعني انا باسيوم دايما ان الترانسميتر بتاعك والريسيفر وده الغالب مش بيديسكريمينيت يعني لان هو سيمبل فوتو دايود خلاص ممكن يبقى فيه بقى حاجات ميرورز اعقد وحاجات اعقد هي اللي تعرف تعمل ايه تفرق بولاريزيشن عن بولاريزيشن بس احنا بنتكلم على الترانسميتر اللايت ايميتنج دايود البسيط خلاص او الايه الفوتو دايود البسيط ده مش هيديسكريمينيت في البولاريزيشن فهيجمع التو بولاريزيشنز تاني فالفكره بس ان لو الفايبر عاملهم مختلف بقى عندك واحده اسمها الفاست مود والتانيه ايه السلو مود اللي في الاخر هيحصل لهم ايه في الريسيفر
هيتجمعوا الاثنين على بعض قبل ما يخشوا بقى على الالكتريكال سيستم بتاعنا اللي هو ترانس امبيدنس امبليفاير والايه والالكتريكال سيركتس بقى هنبدا نتكلم عليها بعد كده. طب فعملت لك ايه بقى الفاست والسلو مود دول؟ عملت لك تو بيكس كده في الامبلس ريسبونس بتاعك او الستيب ريسبونس، بدل ما هي بقت 1 كيرسر كده بقى عندك 2 كيرسرز. يعني الانتر سيمبل انترفيرنس العادي هو مين كيرسر وايه واي اس اي بقى اصغر منه، لا دي ممكن اكشلي تتقسم قرب النص، واخدين بالكم؟ يعني دي مشكلتها ايه؟ الماوس مش ظاهر هنا، فدي مشكلتها انها ممكن تتقرب توصل لان المود اتقسمت بالنص، فبقى المين كيرسر 2 مين كيرسرز، فدي مشكله اصعب في الايكوالايزيشن تمام من ان انت بس تكنسل ايه انتر سيمبل انترفيرنس تمام. طيب هنموديل الكلام ده ازاي؟ هنموديله بطريقه بسيطه جدا. لو انت دخلت ان هو امبلس وعايز اكتب الامبلس ريسبونس اللي هو الاتش ديو تو البي ام دي اللي هو البولاريزيشن مود ديسبرشن، هموديل ان هو دلتا اللي هي الدلتا ديراك فانكشن مضروبه في كوفيشنت اسمه ايه جاما، حيث جاما ده هو بروبورشنال للاوبتيكال باور اللي هتخش في الايه في المود الاولانيه الفاست اللي هتجيلي. طب بقيه الباور فين؟ انا بنورمالايز الباور لواحد، فبقيه الباور هي الفراكشن اللي ما راحش في الفاست مود اللي راح في السلو مود هيبقى 1 ماينس جاما بس مضروب في ايه في الدلتا ديراك جايه لي متاخره شويه اللي هي ايه تي ماينس دلتا تاو، خلاص؟ حيث الدلتا تاو دي هي بقى الراندوم فاريبل بتاعي اللي هي بيسموها ايه differential group delay دي جي دي. differential group delay هي الفرق بين الجروب ديلي بتاع الفاست مود ريليتيف لمين؟ للسلو مود تمام. طبعا كل ما الدلتا تي دي تقل توصل للصفر خلاص هيرجع الامبلس ريسبونس هو الايه الايديال تاني. المشكله الكبيره هتحصل لي لما ايه كل ما الدلتا دي يحصل لها ايه تكبر، يبقى بدا المين كيرسر بتاعي يتقسم لايه لتو مين كيرسرز بعاد عن بعض، فدي مشكله كبيره في الايه في الفايبر. وطبعا اكيد لما هنتكلم دلوقتي الدلتا تي دي لازم يبقى ليها علاقه بالايه بالبيت ريت، لان لو كبرت بالزياده عن البيت ريت مشكله كبيره جدا. تخيل انت نص المين كيرسر يجي لك في البيت اللي بعدك، يعني دي مشكله كبيره جدا صح. طيب فالافريج ديفرنشال جروب ديلي بير يونت لينث في الفايبر الناس بيعملوا له ريليشن شيب دلتا تي افريج. افريج زي ما اقول لكم هي نوعا ما راندم شويه لانك مش هي مش رقم ثابت على طول الفايبر، بس هي لقوا دايما ان هي فانكشن في مين في اللينث بتاع الفايبر بس بسكوير روت اللينث بتاع الفايبر. يعني وده منطقي ان كل ما اللينث بتاع الفايبر هيزيد البروبابيلتي ان يبقى فيه ميس ماتش هيحصل له ايه هيزيد، فالدلتا تي بين الاثنين هيحصل له ايه هيزيد هو كمان تمام. وحيث في بروبورشناليتي كونستنت اسمه بي ام دي اللي هو ايه polarization mode dispersion، فده coefficient يعبر قد ايه انت عندك polarization mode dispersion في الايه في الفايبر ده. طبعا كل ما هيقل يبقى احسن for the same length of the fiber هتحصل على ايه على دلتا تي اصغر تمام. مظبوط، بس انا مش بجمعهم بفيكتور، فاهم قصدي؟ انت كلامك صح لو انت بتجمعهم فيكتوريالي خلاص، بس هي الفكره ان الفوتو دايود هو بيجمع التو باورز بتوعهم اندسكريمينانت على البولاريزيشن، فاهم قصدي؟ فهي مختلفه شويه، ما تفكرش فيها ان هو ايه فولتج اي وفولتج كيو وبجمع الاثنين، لا فكر فيها ان هي ذا لايت باور. احنا هنتكلم يعني في المحاضره قدام شويه على الايه ممكن على الفوتو دايودز والموديلنج بتاعها، في حاجه اسمها ريسبونسيفيتي، فهي في الاخر ريليشن بين الباور اللي نازله independent بقى على البولاريزيشن، فاهم قصدي؟ دكتور كده في المود بتاع الكلام كده رجع للكلام بتاع نوعا ما نوعا ما تقدر تقول كده، بس يعني لحد من شويه كنا بنتكلم مالتيبل شانلز، بس يعني الشانلز الثانيه بيجي لك منها ايه كيرسر صغيره، فاهم قصدي؟ ما عدا بقى طبعا دي مشكله كبيره يعني. الدلتا نفسها برضه بتتغير مع التايم ولا الدلتا الثابته؟
لا الداتا طبعا راندم، الداتا بتتغير مع التايم، بس انا ليه هنا بركز على البلس دي بس؟ لان انا بكاركترايز البلس ريسبونس بتاع الفايبر خلاص، او البلس ريسبونس اللي عملناه مثلا، او الستيب احنا عملنا الستيب ريسبونس من شويه ديو تو ريفلكشنز. ليه ببص على الستيب ريسبونس؟ عشان الستيب ريسبونس انت تعرف تجيب منها الايه البلس ريسبونس، صح؟ لو عرفت البلس ريسبونس ديو تو ريفلكشن، طب ما خلاص هرجع بقى ايه اعمل ايه بعد كده؟ الامبلس ريسبونس هو اللي هتعمله الكونفولوشن مع الراندوم داتا، فهيجيب لك ايه اماكن الكيرسرز دي حسب بقى الداتا ستريم اللي انت بعته، هتعرف ترسم التوتال بقى اوتبوت سيجنال. فاهم قصدي؟ يعني احنا دايما بنركز على دلتا امبلس ريسبونس او بلس ريسبونس، بس ليه؟ لان فاهمين ان ده اللي بكاركترايز بيه السيستم. لكن الاوتبوت في الاخر طبعا لازم اكونفولف ده مع الايه؟ مع البيت ستريم اللي بيتبعت. فاهم قصدي؟ لا مفروض ان هي ما بتتغيرش مع التايم، بنفترض كده يعني. يعني مش احنا مش زي الوايرلس خلاص، الوايرلس شانلز هي المعقده جدا وبتتغير مع التايم ومع كل حاجه، لكن الواير لاين ان جنرال لا. يعني بي سي بي تريس يعني مش هيتغير جامد، ممكن يتغير مع التمبريتشر، يعني ممكن لو التمبريتشر زادت شويه تلاقي اللوس بتاعه زاد شويه. فاهم قصدي؟ لكن مش تغيرات كبيره مع العوامل الجويه مثلا زي الوايرلس شانلز. يعني احنا كنا نقول المره هو سلكه، صح؟ فيعني بس طبعا ليها امبرفكشنز كتيره. يعني يعني خليه هي ما كنت لسه هتكلم عليها في السلايد، هي دي كانها بتريبريزنت ايه الكواليتي بتاع الفايبر بتاعك. يعني كل ما الكواليتي بتاع الفايبر بتاعك البي ام دي كوفيشنت بتاعه ده اقل، فيبقى الفايبر ده احسن. انت فاهم قصدي؟ فالرسمه دي هنا انا يعني رسمها لكم في الايه لللينث، يعني انا قلبت المعادله تمام، بحيث ارسم الايه اللينث بتاع الفايبر على الواي اكسس فيرسس الايه البي ام دي تمام. فالفكره بس في ايه، احنا رسمناها هنا فور ديفرنت داتا ريتس. ليه بقى؟ خليني هشرح الكيرف دي واحده بس. طيب التيبيكال بي ام دي كوفيشنتس ممكن تبقى من نص ل 2 بيكو سكندز بير ايه جذر كيلومتر خلاص. الفايبرز اللي هي ايه الاحسن شويه هيبقى الكوفيشن ده اصغر، ممكن يوصل ل 0.05. الناس بقى بتحب تحط الليميت على الدلتا تي افريج عشان ما يحصلش مشاكل في الايه ديو تو السبليتنج بتوع الايه التو مين كيرسرز، انه يقول لك والله عشان البرفورمانس بتاع الفايبر اوبتيك سيستم ده يبقى كويس الدلتا تي افريج دي لازم تبقى ايه اقل من مثلا 0.15 تي بت خلاص، عشان ما يتقسملوش التو مين كيرسرز. طيب فمن هنا خلاص عوض بقى في الدلتا تي افريج دي من المعادله اللي كنا اديناها في السلايد اللي فاتت، عشان اجيب علاقه بين الماكسيمم بت ريت اللي اقدر اشتغل عنده اللي هو ريبريزنتد بالتي بت او الفريكوانسي اوف اوبريشن، ومين واللينث بتاع الفايبر. يبقى اذا ما ينفعش ازود اللينث بتاع الفايبر، يعني انا لو عرفت البي ام دي كوفيشنت بكام خلاص وانا عايز اشتغل عند بت ريت معين، يبقى ما ينفعش ازود اللينث بتاع الفايبر عن ايه؟ عن طول معين، لان لو زاد اكتر من كده هيحصل ايه؟ ها خلاص التو كورسرز هيسبلتوا اكتر من ايه؟ من الفاليو اللي انا عامل عليها السبيك اللي هي 0.15 تي بت تمام. فالرسمه اللي فوق دي مرسومه هنا فور ايه فور ديفرنت داتا ريتس، يعني كل الكيرفات المختلفه دي متعوض فيها للتي بت مره ب 2.5 جيجا بت بير سكند، فهي تي بت واحد على 2.5 جيجا او 10 جيجا بت بير سكند او ايه 40 جيجا بت بير سكند. وراسم الطول بتاع الفايبر اللي مسموح بيه عشان يساتسفاي الايه الكونديشن ده فور ديفرنت ايه بي ام دي كوفيشنتس. فلو انت البي ام دي كوفيشنت بتاعك مثلا يعني افترض ان هو ب 1 بس ده يعني رقم افريج هنا، يبقى انت هتلمت طول الفايبر هنا ل 14 كيلو لو انت شغال مثلا على ايه على 40 جيجا بير سكند. طب عايز اكستند بقى بعد ال 14 كيلو دي اعمل ايه؟ احط ريبيتر بالظبط كده، يعني بعد ال 14 كيلو دي احط انذر سي دي ار تعمل ايه؟ كلوك اند داتا ريكفري
وبعد كده الترانسميت الداتا مره ثانيه. البي ام دي ليميته ما يزيدش عن حد معين وابدا احط ايه ريبيتر ثاني وهكذا. وده بس احد الايه الامبرفكشنز اللي بتظهر. طيب قبل برضو ما يعني ما نسيب الحته دي الجزئيه نقدر بقى نموديل في الفريكوانسي دومين ولا لا، عشان احنا كل الايفكتس اللي احنا بصينا عليها شفنا علاقتها بالفريكوانسي والتايم دومين، لان انت اول ما هتريبريزنت بالفريكوانسي دومين هتعرف تموديل في السيميليشنز بتاعتك على طول. فكل اللي هعمله انك هتاخد الايه فورير ترانسفورم بس بتاعت المعادله اللي فاتت، فالدلتا الدراكه تبقى الجاما بلس 1 ماينس جاما في اي اس ماينس اي جي دلتا جي اوميجا دلتا تي. خلاص فالظريف بقى ان انت لو رسمت ده انا عايز اشوف تاثيره في الفريكوانسي دومين عشان نتخيل كده هيليمت الايه البند اوف اوبريشن ازاي وارسمه مع الفريكوانسي فوق. تمام فرسمت فوق. المشكله في ايه بقى؟ المشكله في الترم بتاع الاي او سي جي ده. ليه؟ لان الترم بتاع الاي او سي جي ده ايه بيريودك صح؟ بيريودك. فطبعا انت ممكن تشوف ان اسوأ كيس لو الجاما بنص، اللي هي دي حصل ايه بيرفكت سبليتنج في التو مودز، الجاما بنص ودي بيريودك يبقى هيجي لك ايه على طول بيرفكت نلز بالظبط. لكن لو هي مش بنص يبقى ايه الماجنتيود لما تيجي ترسمه هتلاقيه اللي هو الكيرف الازرق ده مثلا رسمه البوينت 4. خلاص هو طبعا هو خلي بالكوا هو الايديال ان الجاما تبقى بكام؟ لا الجاما ها الجاما الايديال انها تبقى بنص، لان هو الطبيعي ان هو يقسم التو مودز. تمام؟ لكن انتوا متخيلين فاكشولي السيناريو الكويس هو اللي فيه الايه؟ النلز، لان انا فرض ان الاوبتيكال سيمتريك للاثنين. صح؟ لكن لو مش كل الباور بقى راحت في واحد يعني بالعكس بقى انت حظك احسن. ليه؟ لان هو النلز مش هتبقى فيري ديب. تمام؟ بس كده كده انت هتتجنب الاثنين، يعني مش فكره ان انت ما تجيبش نل او تجيب الازرق، لا هو كده كده ان انت ايه؟ تليمت الدلتا تي. يعني انا برضو هنا الكيرف ده رسمه فيري اجريسيف. الدلتا تي انا فرضنا بكام هنا في المعادله دي؟ نص تي بت. يعني انا جبت المين كيرسر وصلت واحد هنا وصلت الثاني بعد نص تي بت، فكاني قسمته هاف تي بت، فدي مسافه كبيره قوي. احنا كنا لسه متفقين في السلايد اللي فات ان المفروض تبقى ايه 0.15 تي بت، مش نص تي بت. فده اكستريم كيس بس عشان تدمنستريت بس ان ايه ان ممكن يجي لك نل هنا عند بالظبط الايه الفريكوانسي اوف اوبريشن. يعني غالبا الرسمه دي غالبا انا كنت راسمها للتي بت ب 10 جيجا، يعني فمش كاتب بس في السلايد هنا، بس غالبا دي متعوض فيها ان التي بت ب 1 على 10 جيجا يعني. طيب اي اسئله في الجزء ده؟ لا ما لا لا ما يعني بص ما هي النال دي مش كويسه طبعا، انت يعني غالبا مش هتبقى مفيده ليك، يعني لان انت هتقتل السيجنال بتاعتك عندها. فاهم قصدي؟ لو انت بتوبريت عند ماتش لور فريكونسي مفيش مشكله. فاهم قصدي؟ بس هي النال هنا كانت تقريبا هي عند توايس النايكوست، كانت عند البيت ريت. فاهم قصدي؟ فبرضه مش كويس، لانها لو رجعت تاني للرسمه هتلاقيها برضه بتبروفايد سم اتنيويشن عند النايكوست. فاهم قصدي؟ يعني 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 مثلا لو انا قلت لك الرسمه دي الاف بت هي ال 10 فالنايكوست فين؟ ده 2 3 4 5. انتوا مش شايفين الماوس برضو معلش. فالخمسه انت شايف ايه هنا؟ عند ال 5 جيجا هرتز اللي هي نايكوست شايف شويه اتنيويشن. فاهم قصدي؟ طيب تعالوا نبدا نتكلم بقى على الترانسميترز شويه. خلاص احنا اتفقنا احنا اول جزء اللي خلصناه ده كان يعتبر الانترودكشن بتاع الايه الترمينولوجي والحاجات اللي هتساعدنا بعد كده في الديزاين. تاني تو توبكس هيبقوا الترانسميترز، هنتكلم على المين توبولوجيز للترانسميترز وللريسيف وبعد كده الريسيفرز ان شاء الله. بعد كده نبدا نتكلم بقى على ايه على السي دي ارز بعد ما تغطوا ان شاء الله البي ال الز مع دكتور مبارك يعني. طيب فكنا اتكلمنا بريفلي يمكن على البلوك دايجرام بتاع التيبيكال ترانسميترز
ان دايما الترانسميتر بتاعك هيبقى عندك لو سبيد ديجيتال كور شغال ان بارلل، بس انت عايز تبعت الداتا دي في الاخر فلازم تسيريالايز الداتا، صح؟ فاتفقنا ان دايما اول بلوك عندك في الترانسميتر بيبقى حاجه بتعمل البارلل تو سيريال كونفرجن، فبدل ما هشتغل ان بيتس بارلل ببيت بكلوك ريت قليله هيعمل ايه هنا؟ هسيريالايز الداتا، صح؟ حولها بارلل تو سيريال، فقلنا ده السيريالايزر او ملتيبلكسر. خلاص هنشوف لان هو فعلا بسيط، هو عباره عن ملتيبلكسر دلوقتي. الفكره بس الملتيبلكسر ده لازم يجي له الهاي سبيد كلوك اللي هيسيريالايز بيها ال n تو 1، خلاص؟ فهو هيضرب الايه البيت ريت في ريشيو n تو 1، فلازم يجي له الهاي سبيد كلوك اللي هي تجي له من البي ال ال زي ما كنا قلنا، اللي هي بدخل لها بس ريفرنس كلوك من على البورد. طب وانس وصلت هنا بقى عندك الايه السيريال داتا فول ريت، انا فرض دلوقتي ان هي فول ريت، خلاص فول ريت بمعنى لو انا شغال 10 جيجا بت بير سكند يبقى الستريم اللي هنا هو ايه 10 جيجا بت بير سكند. طيب 10 جيجا بت بير سكند دي انا في الاخر عايز ادخلها على ايه درايفر، خلاص؟ ليه محتاج درايفر؟ لان انا محتاج حاجه تدرايف زي ما قلنا من شويه ال 50 اوم شانل بتاعتي وال 50 اوم لود اللي موجود الناحيه الثانيه، تمام؟ فهحتاج احط هنا الدرايفر، وزي ما اتكلمنا يمكن المحاضره اللي فاتت ان انا ليه لازم الناس تبدا تبص على اركتكتشرز غير السي موس، صح؟ ما ينفعش يبقى بيور سمبل سي موس سيركت، لا ده لازم بقى يبقى ماتشد، خلاص؟ فالدرايفر ده عاده هيبقى فيه يعني طبعا انا راسمها هنا مجازا ان انت عندك ريزيستنس ترمينيشن ريزيستنس يعني بحيث لما تيجي تبص على الاوتبوت امبيدنس تشوف ايه ماتشد لود، خلاص؟ بس هنتكلم دلوقتي على الديزاين بقى بتاع الايه الدرايفر. طيب غير الدرايفر هتحتاج قبله برضو زي ما نشوف دلوقتي ايه البري درايفر، عشان البري درايفر يدرايف مين؟ يدرايف الدرايفر، وهنتكلم بقى بالتفصيل دلوقتي ليه محتاج الايه الكلام ده. الى جانب ده طبعا دايما في الشيبس دي بيبقى عندك بقى ايه ديجيتال كنترول تتحكم في الدرايفر بتاعك في حاجات زي السوينج، لان معظم الستاندردز بتقول لك انت لازم تسبورت سوينج مثلا من كذا لكذا، فيبقى لازم عندك دايما بروجرامابيلتي في الايه في السوينج بتاع الدرايفر، لازم عندك بروجرامابيلتي في الايكوالايزيشن زي ما هنتكلم دلوقتي كمان شويه. ليه؟ عشان اقدر اعالج الشانل انتر سيمبل انترفيرنس ده يا اما في الدرايفر يا اما في الريسيفر يا اما في الايه في الاثنين مع بعض، ومعظم الستاندردز هتلاقيهم بيحتاجوا ايه الاثنين مع بعض في العاده، خلاص؟ طيب فيبقى اتفقنا سوينج ايكوالايزيشن كنترول سلو ريت كنترول هنتكلم برضو عليه كمان شويه. طيب تعال نبدا بقى نتكلم على الديفرنت اركتكتشرز الاول بتاعت الدرايفر. ان جنرال زي ما قلنا كده الدرايفرز اهم حاجه فيها ان هي تعرف تديليفر السوينج اللي انت عايزه ل 50 اوم لود، لان باي ديفينيشن معظم الستاندردز بتبقى ايه بتسبيسيفاي ان انت تبقى ماتشد. معظم الستاندردز بتاعت السيريال لينكس بتتكلم على سوينجز ما بين 0.8 فولت بيك تو بيك ديفرنشال ل 1.2، ده تيبيكال. طبعا ممكن تلاقي حاجات لو فولتج تبقى اقل او حاجات تحتاج ايه سوينجز اعلى، بس عشان بس ايه يبقى عندنا سنس كده برينج الارقام اللي احنا بنتكلم عليها، خلاص؟ وزي ما اتفقنا دايما بيبقى ديفرنشال، فعشان كده دايما لما نيجي نتكلم على السوينجز هتلاقينا بنتكلم على ايه في بيك تو بيك ديفرنشال، خلاص؟ او في بيك ديفرنشال. فطبعا بما ان انت عندك فلو انت عايز تديزاين درايفر يسابورت مثلا كذا ستاندرد ممكن تبقى عايز ايه a very large range of ايه programmability للسوينجز، لان ممكن ستاندرد يقول لك انا عايز low voltage operation فبدل 0.8 خليها 0.4، ستاندرد تاني يقول لك لا انا عايزها 1.2 او 1.5، لان كل واحد بيتارجت ايه certain channel profiles مختلفة عن التانية. طبعا لازم يبقى عندك ESD protection لان applications كتيرة قوي من دي بتبقى انت بتستعملها زي مثلا اليو اس بي، صح؟ يعني اليو اس بي ده احد الابلكيشن للسيريال لينكس، فالهيومن بودي ده انت مجرد ما تمسك الكابل بتاع اليو اس بي انت ممكن تنديوس ان ايه ان اي اس دي ايفنت فتحرق الشيب اللي هي بتشتغل دي، فلازم بيبقى فيه نوع من انواع الاي اس دي بروتكشن سيركتس عشان ايه تبروتكت الاي اس دي سيركتس دي عاده بتاثر في البرفورمانس في الديفايس، يعني معظم الاي اس دي سيركتس ممكن تموديلت از كاباسيتيف لود، فده هيبقى كاباسيتيف لود على الدرايفر لازم يدرايفه زياده على ان هو هيدرايف برده معاه ايه
الباكج، يعني دايما انت ايه الشيب دي في الاخر لازم تتحط جوه باكج، ففي ايه باكج بارازيتكس بلس بقى الايه الشانل ريسبونس لحد ما يوصل للريسيفر، فيبقى عندك الشانل بتاعتك كاسكيدد من ايه من ماني ممكن نقول ايه ماني بارتس، بدايه من الاي اس دي، بدايه من الباكج بتاعت الترانسميتر، الشانل والباكج بتاعت الايه الريسيفر، لحد ما توصل السيجنال للماتش ريسيفر بتاعك. طيب في نوعين جنرالي من الاوتبوت درايفرز بنصنفهم ان جنرال للكرنت مود درايفرز وفولتج مود درايفرز. خلاص خلينا نبدا الاول نتكلم على الكرنت مود درايفرز ان هم ابسط وسمبلر. يعني كرنت مود درايفرز ابسط واحد فيهم هو السي ام ال درايفر. السي ام ال اختصار كرنت مود هو عباره عن ايه؟ هو عباره في الاخر عن ديفرنشال بير بالمنظر ده. طبعا انا هنا دلوقتي هتعامل مع الديفرنشال بير بس مش هتعامل معها من وجهه نظر ان انالوج سيركت، مش بيور انالوج سيركت، فمش هحط بقى جي ام واحسب الجين بتاعه از ان امبليفاير، لا انا باكسايت الديفرنشال بير دي الانبوتس بتاعتي هي ايه؟ هي الديجيتال سيجنالز. تمام؟ فالانبوت بتاعي ممكن يبقى فول سي موس ليفلز من زيرو لايه؟ في دي دي، ونفس الكلام للانبوت بي. بس الفكره بقى دلوقتي ان انا بشتغل ديفرنشال. تمام؟ يعني انا شغال اللي بيدرايف السيركت دي از سي موس لوجيك، خلاص اللي هو في انبوت بي وفي انبوت ام، بس السي موس لوجيك ديفرنشال، فكاني حاطط كاني حاطط اثنين انفرترز او اثنين درايفرز، واحد يجنريت في انبوت ام وواحد يجنريت ايه في انبوت بي. خلاص فحتى لو الدايره اللي قبل الدرايفر اللي هي البري درايفر حتى لو هي كانت سنجل اندد سي موس، بس لازم اخش على الدرايفر ابقى ايه في الاخر ابقى ديفرنشال. خلاص طبعا يعني هنتكلم يعني الديفرنشال ليه مزايا كتير قوي يعني، او اتكلمنا اوريدي يمكن على بعض منها. طيب فلما اجي سوينج هنا من زيرو في دي دي على الناحيه دي والناحيه الثانيه طبعا عكسها، الكرنت سورس اللي تحت يعني الديفايس اللي تحت ده بقى كرنت سورس كانه ابيور انالوج سيركت، هتبايس بفي بي معينه على حسب السايز بتاعه هيمشي لك كرنت اسمه ايه اي بي. طيب امال فين بقى ايه؟ يعني عشان كده اتفقنا الحته دي اسمها انالوج ميكس سيجنال ديزاين، لان احنا بنشتغل ديجيتال بس في ايه برضو انالوج سيركتس. تمام؟ طيب لما اجي الترانزيشن من زيرو تو هاي على في انبوت ام والعكس هاي تو لو على في انبوت بي، هيحصل ايه؟ لما الانبوت هنا كان بصفر فالترانزستور اللي على الشمال ده مطفي، يبقى الفولت اللي على الشمال هيبقى ايه؟ هيجت بولد الفي دي دي، فدايما الاوتبوت بادئ على الشمال في الحاله دي من في دي دي. طب بعد ما السويتشنج ده يحصل الكرنت ده يحصل له ايه؟ ها؟ ده هيترن اون والتاني يحصل له ايه؟ هيترن اوف، فكانه ديفرنشال بير بس انت بتعمل له ايه؟ فول ستيرنج او فول سويتشنج، مره الكرنت يمشي شمال او مره يمشي يمين، لما يمشي شمال يبقى الاوتبوت هيبقى في دي دي ماينس مين؟ الاي في الار، او العكس لما يمشي يمين يبقى الفولت يمين هو اللي في دي دي ماينس اي في ار. فيبقى انا حولت الدرايفر ده حول لي السي موس سوينجز اللي جوه الشيب خلاص لايه؟ للديفرنشال سوينجز بره. صح؟ ليه؟ لان الاوتبوت نودز دي هي اللي هتروح بقى درايف الكاباسيتيف لود اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شويه، اللي هو ممكن يبقى الاي اس دي، ممكن يبقى الباكج بارازيتكس. تمام؟ وبعد كده طبعا لسه انا مش حاطط هنا ال 50 اوم لود بتاعت مين؟ الريسيفر ده لسه هيمشي زي ما احنا راسمين على اليمين هنا، الترانزميت درايفر ده هيمشي في الشانل لحد ما يوصل للايه؟ لل 50 اوم لود اللي ناحيه الايه؟ الريسيفر. طيب فمن الرسمه البسيطه دي كده اقدر احسب الديفرنشال سوينج ولا لا؟ يبقى الديفرنشال سوينج هيبقى مين؟ هيبقى ده ماينس ده، فيبقى الفي دي دي طارت هيبقى ايه؟ اي بي في الار. صح؟ ده الديفرنشال بيك سوينج، يبقى البيك تو بيك مين؟ اضرب في 2، يبقى الديفرنشال بيك تو بيك سوينج هو 2 اي بي في الار. خلاص؟ بس انا كتبت هنا ايه؟ ار على 2، ليه ار على 2؟ لا بالظبط كده عشان الماتش لود، لان الريزيستنس اللود اللي انت شايفه فعلا حقيقه مش الار دي بس، لا ده انا دايما الدرايفر لودد بمين؟ بار قدها الناحيه الثانيه من الشانل. فلو انت حاطط عشان الماتشنج هنا 50 اوم، انت ده عاده هنحط 50 50، الناحيه الثانيه هتشوف ايه؟ 50 50، فيبقى الار دي المفروض تبقى كام؟ 50 على 2 اللي هي اللود ريزيستنس بتاعت الترانسميتر بارلل مع الانبوت امبيدنس بتاعت
الريسيفر. طبعا انا اسيومنج ان الشانل برده 50 اوم، فانا قريت لك الايه ال 50 اوم بتاعه الريسيفر بنفس الايه بنفس القيمه عندك هنا. طيب عشان نحس بقى بالارقام، تعال نفترض ان انا عايز اجيب 1.2 فولت بيك تو بيك ديفرنشال سوينج، خلاص، وده يعني رقم ايه افريج يعني. طب فلما اجي اعوض هنا 1.2 فولت بيك تو بيك والار دي انا مجبر عليها بكام؟ ب 50 اوم، يعني الديزاين بسيط جدا، هعوض على طول، يبقى الاي بي بكام؟ الاي بي 24 ملي امبير. يعني انت متخيل الدرايفر ده لازم الكرنت اللي تحت ده ثابت، ما تقدرش تلعب فيه فور جيفن سوينج، ده لازم تحرق فيه 24 ملي امبير. خلاص، طبعا بقى تخيل لو انت السبلاي مثلا بتاعك 1 فولت او 1.5 على حسب بقى انت، يعني افترض ان هو 1.5 عشان يعرف يطلع السوينج ده، خلاص، او اعلى حتى من 1.5، يبقى الباور كونسامشن تقدر تحسبه على طول. طيب غير كده طبعا في بعض الستاندردز بتحط سبيك على الكومن مود برضو، يعني المفروض هو يديفاين الاوتبوت كومن مود، تمام. فطبعا من الرسمه دي على طول الكومن مود هو مين؟ ها، هو في دي دي ماينس ايه ماينس اي بي في ار على 2، مش كده؟ ما انت هتجيب الكومن مود ازاي؟ هتجمع في بلس وفي ماينس وتقسم على 2 عند اي لحظه منهم، فاجمع ده على ده واقسم ايه واقسم على 2، هيطلع لك ايه 2 في دي دي ماينس اي في ار، بس اقسم بعد كده على 2، فيبقى الكومن مود هيبقى دايما ايه في دي دي ماينس اي بي في ايه في ار على 2. خلاص، الكومن مود عاده مش بنبص ناحيه مين؟ اللود بتاع الريسيفر، يعني الار بتاعته ما بتخشش معايا هنا. ليه؟ لان الكومن مود انا ببص له عند الدي سي، ولو انا اي سي كوبلد لينك يبقى ايه اللي حصل للريسيفر؟ مش شايفه في الدي سي، فيبقى الار دي بس هتبقى الار بتاعت مين؟ الار بتاعت الترانسميتر بس. خلاص، فيبقى من هنا الميزه في الاركتكتشر دي انها عندها فيري ويل ديفايند كومن مود. طبعا يعني اسيومنج ان مفيش سبلاي فاريشنز، يعني لو انت حطيت كرنت هنا طلعت الكرنت ده من بان جاب سيركت وخليت الكرنت ده يتراك ال1 اوفر ار، لو يفترض ان انت بتستعمل بولي ريزيستنس في التكنولوجي دي، فتقدر تجنريت من البان جاب كرنت يتراك ال1 اوفر ار، يبقى الفولت ده اصبح ايه؟ فيكس فولتج ولا بيتغير؟ فيكس فولتج، لان هيتراك التكنولوجي شيفت، يعني التكنولوجي لو الار شفتت الكرنت هيحصل له ايه؟ هيشفت عكسها، فحصل ضربهم دايما ايه؟ ثابت. فدي ميزه في الاركتكتشر دي ان السوينج بتاعك ماله؟ بان جاب فولتج. ليه؟ لان لو انت حطيت ار بولي و1 اوفر ار بولي يبقى اصبح السوينج بتاعك از فيري ويل سيت، او ايه تقدر تبريسايسلي ادجست السوينج، مش هيتغير مع البروسيس فاريشن بتاعك. طب اقاد بقى بروجرامابيلتي ازاي في السوينج بتاعي؟ ها؟ اغير مين على طول؟ الاي بي. يبقى هعملها ازاي؟ ها، بدل ما هو كرنت سورس واحد هقلبه يبقى ايه؟ داك، صح؟ يعني كرنت سورس بس اعمل له ايه؟ ممكن اعمله مثلا باينري ويتد كرنت سورس وبديجيتال بيتس اطفي اجزاء منه، فاعرف ابروجرام مين؟ الكرنت سورس، وبالتالي ابروجرام السوينج بتاعي فيري سيمبل. طبعا ما اقدرش العب في الار، ما ينفعش اغير السوينج بالار لان الار دي ايه؟ ثابته عليا، بس ممكن تضطر تعمل بروجرامابيلتي في الار عشان اكاليبريت بيها مين؟ ها؟ الريفلكشن كوفيشنت. يعني ممكن الاوتبوت امبيدنس بتاعتك هي او الريفلكشن كوفيشنت يبقى ديترمند بالار. لو انت الستاندرد بتاعك عايز فيري مينيمال فاريشن والماسك فيري تايت، يبقى ممكن ما تقدرش تعتمد على الايه؟ الابسولوت فاليو بتاعت الار انها تبقى 50، ممكن تضطر تاد هنا بروجرامابيلتي مع ريزيستور وتعمل لها ايه؟ سيبريت كاليبريشن. هنتكلم على بعض الاكزامبلز الناس عامله الكلام ده ازاي يعني. طيب الجزء بس ايه شويه يعني نتكلم شويه على الديزاين تريد اوفز بقى. الفكره ايه؟ عشان اعرف هاندل الكرنت الكبير ده، خلاص، ايه المشكله؟ التو مين ديفايسز بتوعي دول اللي هم بتوع الكرنت درايفر او الكرنت مود السي ام ال درايفر ده، السايز بتاعهم هيبقى كبير ولا لا؟ هيبقى كبير جدا طبعا، عشان اعرف اهندل 24 ملي ام التو ديفايسز دول والكرنت سورس كمان. خلاص، بس خلينا واحده واحده. التو ديفايسز بتوع الديف بير دول لازم يبقوا كبار قوي. ليه؟ لان لو السايز بتاعتهم صغرت هيحصل ايه للفي جي اس بتاعت يعني لما الكرنت كله يخش شمال
الفي جي اس بتاعت الديفايس ده هيحصل لها ايه؟ هتبقى كبيره. هتعمل ايه في الكرنت سورس ده؟ هتخنق الكرنت سورس على طول، فهيخرج من الايه؟ من الساتوريشن ريجن. فعشان احافظ على الكرنت سورس ده بتاعي ان هو دايما يبقى شغال في الساتوريشن ريجن وعليه في دي اس كبيره، عشان الكرنت يبقى بريسايز، لان هو لو خرج من الساتوريشن الكرنت مش هيبقى بريسايز، فهيأثر على مين على طول؟ على السوينج. فبالتالي غصبا عني لازم التو مين ترانزستورز دول السايز بتاعهم هيبقى كبير عشان الكرنت سورس ما يخشش في الايه؟ في الترايود ريجن. طيب ونفس الكلام بالنسبه للترانزستور ده، ما انا برضو عشان ايه؟ عشان احميه ان هو يخش في الترايود لازم اعمل ايه؟ اقلل الفي دي اس سات بتاعته قوي، صح؟ فعشان اقلل الفي دي اس سات يبقى لازم اكبر الايه؟ السايز بتاعه. فبرضو الاقي الكرنت سورس ده السايز بتاعه كبير عشان اعرف اقلل الايه؟ الفي دي اس سات. خلاص؟ طيب بما اني انا بقى دلوقتي توصلت ان التو ديفايسز دول اللي هم بتوع الديفرنشال بير اللي انا هدرايف ذم بالسي موس لوجيك السايز بتاعهم هيبقى كبير قوي، احتاج بري درايفر ولا مش احتاج بري درايفر؟ يبقى لازم احتاج بري درايفر. ليه؟ لان الديفايس ده لو كبير جدا، لو رحت حطيت له انفرتر مثلا مينيمم سايز مثلا من التكنولوجي، مش هعرف اجيب رايز تايم وفول تايم ايه سفيشنت للايه للبيت ريت او للفريكوانسي اللي انا شغال عندها. فبالتالي الانفرترز اللي هتدرايف السي ام ال درايفرز دي لازم تبقى كبيره جدا، تمام؟ عشان اعرف ايه؟ تعرف تدرايف الكاباسيتيف لود بتاعت مين؟ الدرايفر، تمام؟ فده اللي ايه؟ ده اللي هيخليك تضطر انك تديزاين ابري درايفر. البري درايفر زي ما اتفقنا ممكن يبقى سيموس، بس ايه؟ طبعا بقى ليه طرق في الديزاين، يعني مش هتروح تحط واحد كبير جدا، هتدرايفه ازاي؟ لازم له هو كمان بري درايفر، صح؟ فهتعمل بقى ايه؟ تشين. هتعمل تشين اوف انفرترز وتقعد تسكيل السايز بتاعهم لحد ما توصل لسايز كفايه ان هو يدرايف مين؟ السي ام ال درايفر بتاعك، تمام؟ غالبا بيبقى دايره بسيطه، بس هنشوف كده بعض الحاجات ممكن تحتاج تغير فيها يعني. بس في الديفولت ان هو ممكن يبقى زي ايه؟ ابيور سي موس بافر او انفرتر، بس في بعض الحاجات هنتكلم عليها شويه ممكن تكومبليكيت الديزاين بتاعه شويه. لازم ايه تاني؟ ده عاده الترمينيشن بتبقى انتجريتد في الدرايفر. ده الديفولت يعني، اولا عشان لو ما حطيتهاش في الدرايفر ما انت لازم هتحطها على البورد، تمام؟ فالطبيعي ان انت تحطها فين؟ في الدرايفر، والاحسن لك. ليه؟ عشان تعرف تجيت بريسايز سوينج، لان لو طلعت بره يبقى ساعتها لازم انت تستعمل فيكست كارنت، لو افترضت يعني ان اللي بره دي فيري بريسايز ار، فاهم قصدي؟ فهي ليها مزايا انها تجيت انتجريتد طبعا، بلس الميس ماتشز هتبقى احسن لما تحط ديفرنشال سيركت، فلما تبقى انتجريتد اون تشيب الميس ماتشز احسن مما تعملها على البورد، فاهم قصدي؟ طيب فده اول نوع من الايه؟ من الكرنت مود درايفرز. النوع الثاني شبه ده بس ايه؟ في اختلاف بسيط قوي، ان هو ايه؟ بيسموه اتش بريدج الاول، خلاص بيسموه اتش بريدج عشان شكله، يعني لو بصيت عليه كده يبقى كانه شكله حرف الاتش. هو عباره عن ايه؟ النص التحتاني بالظبط هو الايه؟ السي ام ال ان موس، مش كده؟ جينا ركبنا فوقيه سي ام ال بي موس، خلاص؟ ودرايف الجيتس بتاعت اليمين والشمال بنفس الايه؟ بنفس الانبوت. فهي نفس الفكره. فكر في الاربعه ترانزستورز دول از سويتشز، بيسويتش اون واوف، تمام؟ الفرق بس ايه؟ الفرق ان المره دي الريزستور لودز اللي كانت للسبلاي خلاص شلتها، لان انا حطيت الايه؟ السي ام ال البي موس فوق. طب امال الترمينيشن جبته ازاي؟ الترمينيشن بدل ما احط 50 اوم للسبلاي و50 اوم للسبلاي في السي ام ال، لا انا حطيت على طول 100 اوم فين؟ ديفرنشال. فلما اجي ابص على الاوتبوت امبيدنس من بره بقى الدرايفر اللي هي ما بين النود في او بي وفي او ام، يعني نفترض ان احنا نهمل الكاباسيتنس بتاعت الترانزستورز دي دلوقتي، فكاني اشوف مين على طول؟ ديفرنشالي ال 100 اوم على طول. فيبقى الريزستورز دي عملت لي الترمينيشن اللي انا ايه؟ اللي انا كنت عايزه، بس عملته لي طبعا ديفرنشال، خلاص؟
ساعات بيبقى فيه سبيكس على السنجل اندد ريتيرن لوس اند الديفرنشال. فالمنظر ده طبعا مش هيجيب لك غير مين؟ غير الديفرنشال. لو عايز حاجه تجيب لك سنجل اندد يبقى النود اللي في النص دي لازم اعمل فيها ايه؟ يبقى لازم اغير شويه في الديزاين بحيث النود اللي في النص تشوف ان اي سي جراوند. خلاص يعني مش لازم يبقى ايه فيزيكال جراوند، بس ممكن النود اللي في النص اللي هي دي تشوف ايه؟ تشوف ان اي سي جراوند. خلاص يعني ممكن تحط لها دايره، مش يعني مش هنرسمها هنا يعني، بس تحط فولت ثابت، مش فولت ثابت على النود دي معناها ايه؟ معناها اي سي جراوند صح، لان ما فيهاش ايه سوينج. خلاص فديبندز على الستاندرد اللي انت شغال عليه، هل هو عايز ديفرنشال اوتبوت امبيدنس اللي تهمه بس ولا ايه السنجل اندد. طيب هنرجع بقى للفانكشن، الفانكشن بتاعت الاتش بيج درايفر ونشوف ايه ميزته. تعال نفترض ان انت ايه على الشمال صفر وعلى اليمين ايه في دي دي، ايه اللي هيحصل؟ مين اللي هيترن اون؟ اللي هيترن اون الان موس اللي على اليمين ده صح. فيبقى الكرنت ده هيمشي ازاي؟ هيمشي كده صح. طب والفي دي دي اللي فوق دي هتعمل ايه في الديفايس البي موس ده؟ هتطفيه. يبقى الكرنت ده هيكمل ازاي؟ الكرنت ده هيكمل كده. طيب بعد كده الناحيه الثانيه شايفه جراوند، فهتيرن اون مين؟ البي موس. يبقى الكرنت ده ماشي كده وبعدين ايه طلع فوق. فيبقى الاي بي انت واخد بالك ان هنا احنا عندنا كام كرنت سورس؟ عندنا اثنين، واحد فوق واحد تحت. بس لما جات لي 0 1 الكرنت مشي ازاي؟ من الشمال لليمين. طب عمل لي ديفرنشال اوتبوت بكام؟ يعني الديفرنشال اوتبوت فولتج هو مين؟ هو في او بي ماينس في او ان اللي هو بقى يساوي مين؟ هيبقى يساوي اي بي في 2 ار صح؟ طبعا 2 ار بارلل مع مين؟ مع ال 2 ار لسه بتاعت الترانسميتر، فهنقسمها على 2 في الاخر تمام؟ طيب فيبقى البوزيتيف سوينج هو مين؟ هو اي بي في 2 ار. طب في النيجاتيف سوينج اعمل ايه؟ هعكس، بدل ما الكرنت هيمشي من الشمال لليمين السويتشز هتقلب، فالكرنت هيمشي ايه؟ من اليمين للشمال، فيبقى السوينج هيبقى ايه؟ هيبقى عكسه. فيبقى البيك تو بيك بدل ما كان 2 البيك كان 2 اي بي ار، يبقى البيك تو بيك هيبقى ايه؟ 4 اي بي في الار. طب وقسمت بقى على 2 ليه؟ قسمت على 2 زي ما اتفقنا عشان الار دي نصها جاي من الريسيفر بارلل مع النص اللي جاي من الترانسميتر. طيب فايه بقى الفرق بين ده وبين السي ام ال؟ انا على طول ايه الفرق؟ الفاكتور اوف 2 ده على طول. استفدت ولا لا؟ الفاكتور اوف 2 ده معناه فور اكزامبل لو انا عايز ال 1.2 فولت بيك تو بيك ديفرنشال سوينج، ارجع عوض هنا الكرنت حصل له ايه؟ اتقسم النص. فيبقى الاركتكتشر دي هتديك ايه؟ لو باور كونسامشن كومبير للايه؟ للسي ام ال. فطبعا دي ميزه كبيره قوي في الاتش بريدج كومبير للايه؟ للسي ام ال. لا ما ضعفتش عدد الريزيستورز، ما التاني كان فيه برضه 52 اوم صح؟ التاني كان فيه 50 اوم للسبلاي و50 اوم للسبلاي يمين وشمال اهي. انا بس الفكره ان انا بدل ما اوصلهم سنجل اندد للسبلاي هنا وصلتهم ازاي؟ ديفرنشال صح؟ ما دي 50 ودي 50. مظبوط ماشي، كبرت الاريا حطيت 4 ترانزستورز بس هاجي لك فيها تاني. يعني حطيت 4 ترانزستورز بدل ايه؟ بدل 2 ترانزستورز خلاص؟ بس قسمت الكرنت على النص، هيحصل ايه للسايز بتاع ده؟ هيقل النص. ويحصل ايه للسايز بتاع دول برضو؟ هيقل النص. طبعا مش معنى كده ان البي موس سهل، يعني برضو البي موس صعب عشان الموبيليتي بتاعته، فهتحتاج اريا كبيره عشان تعرف ايه تمشي الكرنت الكبير ده في البي موس تمام؟ فالديسادفانتج الرئيسيه في ده ايه؟ الاريا ما هيش مشكله كبيره، المشكله البارازيتكس. البارازيتكس عشان البي موس ديفايس اللي انت زودته فوق هتلاقي دايما البارازيتكس في ده غالبا اسوأ من التاني تمام؟ رغم ان انت قسمت الان موس على النص تمام، بس انت البي موس خسرت فيه اكتر، لان البي موس الموبيليتي بتاعته اقل يعني نص الايه الان موس. فاهم قصدي؟ فمش هتبقى 1 تو 1 يعني، لو كانت الموبيليتي بتاعت ال N زي الموبيليتي بتاعت ال P بالظبط فكنت اقول لك يبقى نفس التوتال كاباسيتنس، لان انت عملت سكيلينج لده النص وزودت واحد فوق نص السايز. لا هنا هي زودت واحد فوق اكتر من نص السايز بشويه. فاهم قصدي؟ فده اتفضل.
دي مش حاجه قليله يعني. يعني تخيل ان انت عندك كذا لين، لما تقول لي انا كل لين منهم هديك نفس السوينج اللي انت عايزه والاوتبوت امبيدنس ماتش وكل حاجه، بس قسمت لك الباور النص، دي حاجه كبيره مش حاجه قليله يعني. لا لا، الباور كونسيومد في الاخر انا ماليش دعوه بهو مشي في كام ترانزستور. الباور كونسيومد انا بحسبه انا سحبت كام من الباتري اللي فوق، صح؟ لا لا، ما استنى بس استنى. نص سي في دي سكوير، سي في دي دي سكوير دي الباور، الدايناميك باور كونسيومد في السي موس جيتس اللي هي بتسويتش وتشحن كاب وتفرغ كاب في السايكل، في نص السايكل بوزيتيف ونص السايكل نيجاتيف، تمام؟ انا هنا الكرنت ده عامل ايه؟ ده دي سي كرنت، ده مش على طول، صح؟ ما فيش عندي هنا يعني. هي ميزه على فكره الدرايفرز دي ايه؟ ميزه الدرايفرز دي كومبيرد للسي موس درايفرز ايه؟ ان السي موس درايفرز زيرو ستاتيك كرنت، صح؟ كنا قلنا الكلام ده المحاضره فاتت. بس مشكلتها ايه؟ عند السويتشنج بتسحب كرنت عالي قوي، فممكن تنديوس سبلاي ريبلز. الميزه هنا ان انت السبلاي دايما ساحب منه كرنت ايه؟ كرنت ثابت، دايما ساحب اي بي من السبلاي، ما هو اي بي ده طالع للسبلاي، صح؟ بس الفكره ايه؟ امشيه يمين ولا امشيه شمال؟ بس الكرنت دايما ثابت، فاهم قصدي؟ فدي ادفانتج في الديفرنشال درايفرز كومبيرد للايه؟ للسي موس درايفرز، ماشي؟ طيب اخر بس يعني جزئيه هنا طبعا يمكن ما اتكلمناش عليها لسه. اتكلمنا على التيرمينيشن، على السوينج. طبعا اعرف البروجرام السوينج بنفس الطريقه برضو بايه؟ عن طريق الاي بي، نفس الفكره. وبرضو الار، الاي هيتراك الار، فهعرف اجيب بانج اب سوينج، يعني سوينج بروبورشن البانج اب فولتج بتاعي هيبقى فيري بريسايز، خلاص. الحاجه اللي ناقصه في الرسمه هنا ايه؟ ان انا عندي كرنت سورس تحت وكرنت سورس فوق، صح؟ فالنود اللي في النص دي ايه؟ هاي امبيدنس ولا لا؟ لكوم مود هاي امبيدنس، فما ينفعش تسيب الدايره كده، لازم اد انذر سيركت تعمل لي ايه؟ اكوم مود فيدباك سيركت. فيبقى الدايره دي ناقصه حاجه، ناقصه بس ان انا اد فيها السيركت تسنس الكوم مود، خلاص، وتروح تسات واحد من السورس سواء بقى اللي فوق او اللي تحت. يعني ممكن اعمل كوم مود فيدباك بتاعتي على الدايره الكرنت سورس اللي فوق او على الايه؟ على الكرنت سورس اللي تحت. هرسمها لكم في السلايد اللي جايه. اخر حاجه احنا اوريدي اتكلمنا عليها اللي هي البارازيتك كاباسيتنس، ان هي دايما ده اسوأ من السي ام ال، فدايما الاس 2 اللي هي الريفلكشن كوفيشنت من ناحيه الاوتبوت هيبقى اسوأ في الهاي فريكونسي. طبعا في اللو فريكونسي الاثنين زي بعض لان هي ريليتد بمين؟ تقريبا يعني بالار اللي هي ال 100 اوم، لكن في الهاي فريكونسي نتيجه الكاباسيتنس هتلاقي ده اسوأ من الايه؟ من السي ام ال. ما هتكلم عليها يعني. الكومن مود بقى اعملها ازاي؟ الكومن مود مفيش حاجه بتست، لو انا ما كنتش ضفت الاوب امب اللي فوق ده مفيش حاجه بتست الكومن مود. عندك كرنت سورس ماشي في السويتشات وكرنت سورس بيسحب، فالنود اللي في النص دي كومن مود وايز هاي امبيدنس، شايفه من فوق كرنت سورس ومن تحت كرنت سورس، ما ينفعش تسيبها كده لانها ممكن ايه؟ اي دلتا في التو كرنتس هتلاقي النود اللي في النص ريل دي هاي يا لو، صح؟ فلازم اعمل ايه؟ اعمل سيركت تسنس الكومن مود، وانا عندي النود دي خلاص، ما هي النود اللي في النص دي مش هي كوم مود على طول، خلاص يبقى هاخد طرف من الـ من الايه من دي ادخلها على اوب امب او او تي اي يقارنها بايه؟ بكوم مود ريفرنس اللي انا عايزه. فلو عملت لوب جين عالي هنا يبقى الكرنت اللي هي الترانزستور اللي فوق هيساته، هيسات كرنت بحيث يثبت النقطه دي على مين على طول؟ على الفي كوم مود ريفرنس اللي انت عايزه. فدي كمان ايه؟ ادفانتج. ده انا كده عرفت اعمل كومن مود بروجرامابيلتي كمان، صح؟ ازاي بروجرام الكومن مود هنا؟ ها، غير الريفرنس على طول، يعني حط اي سيركت تو كنترول بقى بكرنت داك ماشي في ريزيستور، فديجيتالي برضو اعرف اكونترول مين الكومن مود ريفرنس، فبالتالي اللوب تسيت الاكتوال ايه؟ كومن مود، خلاص. بس طبعا لازم تبقى فيري كيرفول في الدايره دي في الايه؟ في الاستابيليتي بقى بتاعت الكومن مود لوب، خلاص. ليه؟ لان طبعا لو ده لو ده حتى سنجل سنجل ستيج او تي اي، خلاص انت اوريدي بتدرايفه بايه؟ بكرنت سورس اللي هو البي موس اللي فوق، فالبي موس اللي فوق بقى سكند ستيج، صح؟ فبقى عندك تو ستيجز، فلازم تبقى فيري كيرفول في الكومبنسيشن
خلاص. فلو طبعا تقدر تكمبنسيته بانك تحط كاب كبير وتخليه بطيء جدا. بس ايه المشكله؟ المشكله ان في بعض الستاندردز ساعات بتحط سبيك على الباور اب والباور داون تايم عشان موضوع الباور كونسامبشن. فممكن يبقى هو عايز لما يكون مش بيستعمل الترانسميتر بتاعه يطفيه، بس عايز اول ما تشيب تانيه تبدا تكلمك وتبدا تريسيف سيجنال تباور اب على طول ايه الترانسميتر بتاعك. فلازم بيبقى فيه سبيك ساعتها على مين؟ على الباور اب تايم. فساعتها ممكن ده يخليه اصعب انك تعرف تعمل ايه كومبنسيشن لللوب بكاب كبير. لازم تعرف تعمل كومبنسيشن وفي نفس الوقت ايه تسرع الباور اب تايم. ففي تريك ساعات كده الناس بتستعملها ان هي بدل ما تعمل الكوم مود فيدباك على الكرنت سورس كله، يقول لك طب خلاص، طب ما انا هقسم الكرنت سورس اللي فوق لجزء ثابت. ممكن مثلا الجزء الثابت ده يبقى 75% من التوتال كرنت، ويبقى ال 25% الباقيين هي دي اللي اللوب بتتحكم فيهم عشان تظبط الكومن مود. يعني مش محتاج ليه، لان انت الكومن مود انت بتكوركت للايه؟ للمس ماتش ما بين البي والان. فانت مش عايز، مش لازم كل الكرنت سورس عشان ايه؟ عشان ادجست للمس ماتش ما بين التو كرنت سورسز. فبالتالي ده يساعدك انك تقلل اللوب جين وتعرف تستابلايز اللوب جين من غير ما تستعمل ايه؟ كاباسيتورز كبيره وتبطئ اللوب يعني. ال انت قصدك ان احنا سليم ان شاء الله سامعني عندك ولا خلاص؟ دي شكل الايه؟ دي شكل اللوب بتاعتنا صح؟ انا رسمت بس النص اللي فوق يعني. ماشي ده احسن. شكرا. فالفكره ايه؟ لو انت كنت شايل ده وحاطط ده الفول سايز بتاع الكرنت سورس، انت اللوب بتاعتك ماشيه ازاي؟ اللوب هنا بتسنس صح؟ وتروح تضرب هنا في الايرور مش كده؟ وبعد كده ده جيم ستيج تاني. صح؟ الجيم بتاعه قد ايه؟ الجيم بتاعه هو الجي ام في الار اوت بقى اللي انت شايفها من هنا. طب فطبعا هنا في نيجاتيف بولاريتي، فعشان تظبط اللوب لازم تبقى ايه؟ دي بوزيتيف نيجاتيف مش كده؟ عشان عاملها كده صح؟ تمام؟ عشان تظبط الايه؟ النيجاتيف فيدباك لوب بتاعتك. طيب فالفكره ان ده من ضمن الجي ام، ده الجي ام بتاعته ده هيأكت از ايه؟ از هو كرنت سورس، بس في اللوب دي هيأكت از كومن سورس، بي موس كومن سورس. فانا لما قسمته كده مثلا زي ما اتفقنا خليت ده 75% ده 25%، يبقى انا عملت ايه في الجي ام بتاعته؟ قللت الجي ام. فانا قللت اللوب جين. لو جيت بقى ترسم انت بتستابلايز اللوب ازاي، هتقطع في اللوب وترسم الايه الاوبن لوب جين صح. فهتستابلايز ازاي؟ يا اما هتشفت الجين كروس اوفر فريكوانسي خلاص، يا اما اعمل ايه؟ قلل اللوب جين، قلل الكيرف كله لتحت. انت فاهم قصدي؟ فكاني عملتها ازاي؟ كاني عملتها كده. فاهم قصدي؟ من غير ما اغير مين؟ من غير ما اغير ال 3 دي بي فريكونسي بتاعتي اللي هي بتديتيرمن السبيد بتاعت اللوب. يعني كاني انا عايز اكوركت البرسنتج من الكرنت، بدل ما اغير كل الايه؟ الكرنت، فجزء ثابت وجزء فاريبل. فاهم قصدي؟ لا القسمه دي لان انت عارف ان انت ايه هو فكره الكومن مود ايه؟ لوب. ان انت في الاخر انت عندك كرنت سورس تحت خلاص اللي هو الاي ان، فانت عايز ده يساوي ده بريسايسلي عشان والنوت دي تفضل حاجه في النص. لو واحد زاد عن الثاني النقطه دي هتطلع فوق عشان تقلل ده، يا هتنزل تحت عشان ايه؟ تزود ده صح؟ فالفكره ايه؟ فانت عايز ليتس اسيوم ان مفيش اي ميس ماتش، كل حاجه بيرفكت، فانت عرفت تجيب من غير بقى اللوب اي بي بيساوي اي ان، فخلاص دي هتبقى حاجه في النص. لكن لو ده حصل يعني مثلا شيفت في البروسيس فده عالي ب بلس ماينس 10%، فهو ده اللي اللوب مطلوبه ان هي تعوضه. فعشان كده بقول لك مش لازم
اللوب يبقى جواها الفول كارنت سورس، ممكن جزء بس منه. فاهم قصدي؟ اه طبعا اه يعني مجموعهم في الاخر هو الاي بي، بس جزء اللوب بتساته وجزء جاي بقى من البايس سيركت اللي هتجنريت ده برضه. ما هو في بايس سيركت هنا هتجنريت ده 100% وهتجنريت الثاني 75%. فاهم قصدي؟ بس دي مش باينه في الرسمه لان هي في السايز بتاع الترانزستور مش في الفولتج. ممكن يكون ايه؟ اه في الباور اب تقصد؟ اه ما بالظبط. ما ليه؟ ما هي فكره ايه؟ ما هو انت هتكمبنسيت اللوب ازاي؟ انت غالبا يعني لو ده سنجل ستيج او تي اي ممكن تروح تقول لي خلاص انا هكمبنسيت ان انا احط كاب كبير قوي هنا، صح؟ فالكاب الكبير قوي هنا ده لو انت حاطه كله هيبطئ قوي السيتلنج بتاع ده، تمام؟ لكن لو انت جايب دي من بايس سيركت ثانيه، فاول ما الدايره تشتغل الفي بايس دي والفي بايس دي ما لهمش دعوه باللوب دي، فاهم قصدي؟ فهيقوموا بسرعه فهيست الكرنت مظبوط، بلس زي ما اتفقنا ان الكاب ده هيقل قيمته مش محتاج تكبره، فهتسرع حتى اللوب سيتلنج ده. فاهم قصدي؟ طبعا بيبقى في بعض الستاندرز فيها سبيكس على الكومن مود فاريشن، فدي بتحط لك برده ريكويرمنتس على الاكيورسي بتاعت اللوب جين دي وعلى السيتلنج بيهيفير. يعني في يعني انت فاكره ايه الاوتبوتس بتتغير ازاي؟ يعني ليتس سي الاوتبوتس بتتغير كده، طبعا احنا حاسبين كل حاجه ايديال، بس ساعات لما تيجي بقى تسيميليت الريل درايفر بتاعك وترسم الاوتبوت كومن مود، انت متخيل ان الاوتبوت كومن مود بكام بالظبط في النص اللي هو مثلا يعني 1.2 فولت، لما تيجي بقى ترسمه في الحقيقه مش هتلاقيه ماشي خط مستقيم، هتلاقيه عامل ازاي؟ هتلاقي الاوتبوت كومن مود كده وتلاقي دايما هنا في نويز كده عند الترانزيشنز، يعني عمره ما بيظبط ان هو يبقى. ففي ستاندردز كتير قوي بتحط لك ايه ريكويرمنتس على الريبل اللي ممكن المفروض تطلع على الكومن مود، فدي طبعا لازم تبقى عامل ا فيري جود ديزاين للكومن مود فيدباك لوب دي عشان تجارنتي الايرور ده ما يبقاش كبير. يعتبر الفولتج ليه؟ لا تاني معلش قول تاني. اه انا هنا بسنس البوزيتيف مظبوط. الكومن مود ريفرنس ده على حسب، لو انت الستاندرد قايل لك انا عايز 1.2 ثابت دايما خلاص، يبقى انت ابسط حاجه الريفرنس هجيبه ازاي؟ هجيب كارنت ميرور جاي من البان جاب اي بايس، امشيه في ايه؟ ريزيستور، ده يبقى بولي كارنت، ده يبقى بولي ريزيستور، يبقى ده ايه؟ ده بروبورشنال للفي بان جاب بتاعتك، صح؟ فيبقى فيري بريسايز كومن مود. طب عايز بروجرامابيلتي على الكومن مود اعمل ايه؟ خلاص غير ده حطه برده بروجرامابل كارنت سورس، فتعرف تبروجرام الكومن مود بتاعك. لا مش لوب، ده فيد فورورد. اه ده فيد فورورد، ده بيسات الريفرنس، اللوب بقى هي اللي بتخلي ده يتراك ده. انت فاهم قصدي؟ انت يعني عايز تديزاين من غير ال من غير الكرنت سورس اللي فوق؟ لا ما ينفعش طبعا. بص يا فكر فيها خلاص، فكر فيها، لو انت شلت الكرنت سورس اللي فوق يبقى النود دي انت شرطتها على ايه؟ على في دي دي. يبقى انت رجعت زي مين؟ رجعت زي السي ام ال. ليه؟ لان انت دول سويتشات، صح؟ فلما تيجي تيرن اون السويتش ده خلاص، هل الاوتبوت نود دي بقت بتساوي مين على طول؟ السويتش ده شرطها على في دي دي. انت فاهم قصدي؟ فانت كده كانك رجعت للسي ام ال لو شلت ده. انت بس حطيت اثنين سويتشز هنا يعني تقريبا ما لهمش لازمه. فاهم قصدي؟ ليه؟ لان انت لما بتدرايف الكرنت اواي من هنا كان زمان ده بيتشد، يعني انسى بقى السويتش، كان لما ده بيطفي كان ده بيطلع على في دي دي، صح؟ طب فانت رحت عملت له ايه؟ خليته برضو يطلع على في دي دي بس ثرو ان اكسترا سويتش، فمالهاش لازمه. فانت كده كانك رجعت للسي ام ال تاني لو شلت الكرنت سورس اللي فوق. لو كمان اللي هو هينزل
اللي انت قصدك كسوينج ما ما انت هترجع بالظبط زي السوينج بتاع السي ام ال. هيبقى فاكتور اوف 2 تاني لان بقى داي سوينج من في دي دي لفي دي ماينس الاي في الار على 2. فاهم قصدي؟ طبعا بس معلومه اخيره قبل ما نسيب السلايد دي. الدرايفرز دي عشان بس الكومن مود ستابيليتي لوب اللي كنا بنتكلم عليها. لو جيت تبص على البارازيتكس بتاعه الباكج هتلاقيها جوه اللوب. بمعنى ايه؟ دي الاوتبوتس بتاعه الدرايفر اهي, ده وده مثلا, صح؟ فالتو اوتبوتس دول هيروحوا فين؟ هيطلعوا على العالم الخارجي. فهيبقى في باكج بارازيتكس اللي هي مثلا عباره عن ايه, شنت كاباستور سيريس ال مثلا وشنت كاب. بس يعني دي ابسط موديل للايه, الباكج بارازيتكس, صح كده؟ طب بعد الباكج في ايه؟ في ترانسميشن لاين 50 اوم. فتعالوا نجلكت الترانسميشن لاين نحط 50 اوم. حلو, هل ده متشاف في الكومن مود لوب ولا لا؟ ها الكومن مود لوب الاثنين دول زي بعض, فكانك يو لودد النود دي وذين الكومن مود لوب اهي, مش كده؟ مش انت بتاخد من هنا تضرب في دي وترجع لهنا, كان اللود ده ظهر فين؟ عند النود اللي انت بتسنس هنا للكومن مود. فالباكج بارازيتكس دي لازم تخش معاك في الايه, في الاستابيليتي. ممكن تلاقيها بتظهر لك شويه ايه, بيكينج في اللوب جين في الهاي فريكوانسي. فدي لازم تبقى بارت اوف الايه, اللوب ستابيليتي. عشان كده ساعات الناس بتهرب بقى من الحته دي وبتعمل طرق تانية للكومن مود فيدباك لوب في الدرايفرز دي. بدل يعني احنا عملنا هنا لوب, صح؟ من شويه قلت لكم ان في طريقه تانية لو انا عايز هنا ايه, ان اي سي جراوند. فاحد الطرق التانية ان انا بدل ما اعمل لوب اعملها فيد فورورد. ازاي فيد فورورد؟ ان انا اجي احط هنا امبليفاير, خلاص؟ يعني مش شرط نتكلم هنعمله ازاي, بس الامبليفاير ده في الاخر بيسيت الفولت ده بنقطه على فاليو معينه, تمام؟ بيسيتت ازاي؟ ممكن برضو يكون بيسنسيت وبيسيتت, بس يعني خلينا ايه نتكلم بس ان هو ايه, فولتج بافر هيحط لك الفي ريفرنس هنا. فدي احد الطرق الثانيه اللي الناس بتسيت بيها الكوم مود بتاع الاتش بريدج درايفرز, ان هو يعملها نوعا ما فيد فورورد, ان هو يفورس البوتنشال بتاع النود اللي في النص يعني. ما هو انت مش عايز تحط دي كابلنج كاب لان انت عايز تسنس الكومن مود, صح؟ انت قصدك بلوكينج كاب ولا قصدك ايه؟ ولا قصدك دي كابلنج؟ بص, ساعات انت ممكن اكشولي يعني, بص هو كلامك يعني نوعا ما صح, ان ساعات ممكن بدل ما تخلي دي الدوميننت بول, لو انت اصلا عندك كاباسيتنس عاليه قوي هنا, خلاص ممكن تحط الكاب الكبير هنا ويبقى دي اللوب النود اللي انت تكمبنسيت بيها اللوب دي. فاهم قصدي؟ ما ده اللي انا بقوله لك. يعني بقول لك في طريقه ثانيه انت ممكن تسيت بيها النود دي. فلما تسيت بيها النود دي كانك يو ديفايند الكومن مود في الناحيتين. ممكن يبقى اوب امب, ممكن يبقى اوب امب هو اللي بيفورس النود دي على في ريفرنس بفر, يعني كانه بفر عادي. بص انا ما رضيتش ارسمه يعني, بس كانه ايه, اهو اوب امب كده, خلاص يونيتي جين اوب امب, وتدخل له الفي ريفرنس اللي انت عايزها. معلش انا اسف, انا قلبت الفيدباك بتاعه. اهي هو مرسوم مقلوب يعني, يعني كانه يونيتي جين بفر, تدخل له الفي ريفرنس بتاعتك وتخليه ساتت على ايه, على النود دي, تمام؟ بس طبعا يعني ايه, مش هيبقى او تي ايه بقى, لان هو لازم يبروفايد كارنت, فمحتاج ديزاين ان هو يدرايف اوتبوت كارنت يعني. طيب اخر نوع بقى من الدرايفرز, تعالوا نبدا نتكلم فيه بقى, طبعا مش هنلحق نكمله المره الجايه. الفولتج مود, يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على الايه, على النوعين, الكارنت مود السي ام ال والايه والاتش بريدج. دول يعني النوعين المشهورين. طبعا ممكن تلاقوا فاريشنز كتيره جدا, بس يعني ايه كونسبتشولي دول المشهورين يعني. الفولتج مود
ساعات الناس بتسميه SST driver اللي هو اختصار سيرس سورس terminated driver او سورس سيرس ما يعني يا سيرس سورس يا سورس سيرس انا مش فاكر دلوقتي يعني. المهم ايه SST driver تمام. طيب ايه فكرته؟ فكره ال SST او الفولتج مود درايفر ان هو عباره عن ايه؟ ان هو عباره عن انفرتر عادي خالص زي السيموس بتاع زمان، بس انا عايز اشوف ايه اوتبوت ماتش صح. فالانفرتر ده عباره عن ان موس وبي موس سويتشز، يعني افترض ان السايز بتاعهم كبير فالار اون بتاعتهم كبيره قوي تمام. فلما يبقى البول داون شغال هشوف الريزيستنس بتاعت البول داون تو جراوند، لما البول اب شغال هشوف الريزيستنس بتاعت الايه البول اب تو جراوند. قال لك طب ما خلاص، طب ما يبقى انا اسهل طريقه هي ان انا اقاد اسيرس 50 اوم معاه، فيبقى الاوتبوت امبيدنس لما اجي ابص عليها لو البول داون شغاله هي الار، لو البول اب شغاله برضه هي الار، يعني اسيومنج ان انا هنجلكت الايه الار اون. طبعا ده مش حقيقي، طبعا الار اون هتبقى فراكشن من الايه من الاكشوال ار. فمثلا ممكن تبقى الار اون مثلا 10% من الايه من التوتال ار، بس تظبط الار اون بتاعت البي موس تبقى قد الار اون بتاعت الايه بتاعت الان موس. طبعا تقدر تظبطها بالريلاتيف سايز بتاع الايه بتاع الان موس سويتش ريلاتيف للايه للبي موس سويتش. فساعتها هتشوف ايه؟ هتشوف اوتبوت ترمينيشن مظبوط صح كده. طيب حلينا مشكله اللي هي بتاعت ال 50 اوم. طيب تعالوا نفكر في السوينج خلاص، يعني ما هي اللي خلانا من احد الحاجات اللي خلانا نهرب من السيموس هو ان هو كان ايه ريل تو ريل سوينج ومش عارفين نتحكم في السوينج صح. تعالوا نبدا نشوف السوينج هنحسبه ازاي الاول وازاي نقدر نبروجرام السوينج، لان هو طبعا هنا مش ستريت فورورد زي الايه زي الكرنت مود تكنيكس. طب فالسوينج هيبقى عامل ازاي لما انت تسويتش هنا من زيرو ال VDD؟ انا عاكسها مش كده؟ يبقى الاوتبوت هيسويتش من ايه من VDD لزيرو وفوق الايه العكس. طبعا انا راسم اتنين على اساس الديفرنشال خلاص. طيب فالاوتبوت سوينج الديفرنشال هو ايه؟ بيك هو VDD مش كده؟ فالبيك تو بيك هيبقى كام؟ 2 VDD صح ولا لا؟ طيب بس انا مش راسم هنا في الرسمه مين؟ ال 50 اوم بتاعت مين؟ بتاع الار الريسيفر. فيبقى بدل ما البيك تو بيك هو 2 في دي دي، لا اقسمه كمان على ايه؟ على 2، لان في فولتج ديفايدر ما بين الار دي والار بتاعت مين؟ بتاع الريسيفر. فالاوتبوت ديفرنشال بيك تو بيك سوينج بتاعك هو في دي دي تمام؟ طيب فيبقى دي يعني ايه؟ عيب صح؟ ان احنا كده مش عارف اتحكم في السوينج. في ستاندردز تقول لي انا عايز 0.4، وقعدنا نتكلم المحاضره اللي فاتت ان انا مش عايز اسوينج كل السبلاي عشان الايه السبيد بتاعت السيركتس، وعايز لو فولتج سوينجز. فلازم نفكر لها في طرق، هنتكلم كده على طريقتين في الايه في السلايدز ان شاء الله المحاضره اللي جايه. طب اخر بس حاجه ثانيه الكومن مود. احنا شفنا ازاي حسبنا الاوتبوت كومن مود، لان ده بيبقى سبيك في الستاندرد للنوعين التانيين. هنا الاوتبوت كومن مود بكام؟ لو افترضنا برضو انها اي سي كابلد لينك فالار بتاعت الريسيفر مش داخله معايا، يبقى ديورنج السويتشنج بيريد هتبقى عندك ايه على طول؟ الكوم مود هو في دي دي على 2. فدايما الايه الكوم مود هنا عندك ثابت مش هتعرف تتحكم فيه، هو الايه الفي دي دي على 2. اكبر مشكله في الدرايفر ده غير الكنترول بتاع السوينج ان انت عندك فيري بور سنسيتيفيتي للسبلاي، يعني اي نويز على السبلاي او فاريشنز على السبلاي هتظهر لك فين على طول؟ هتظهر لك على طول في الاوتبوت. بينما الامبلمنتيشنز الثانيه كانت مالها؟ كانت اميون للسبلاي. لو ببص على الديفرنشال صح؟ دايما طالما ببص على الديفرنشال كانت على طول اميون للسبلاي لانها كانت على طول اي ار دروب، لكن هنا السبلاي فيري سنسيف ليها فدايما هتحتاج سبلاي ريجيليشن، يعني لازم ابقى حاطط الدايره دي اندر الريجليتور فما يبقاش عندي نويز على السبلاي، وفي نفس الوقت اعرف اتحكم باستخدام الريجليتور في الايه في الاوتبوت سوينج بتاعي تمام. من المزايا بتاعتها غير السمبلسيتي، يعني زي ما انتم شايفين طبعا اتس فيري سمبل خلاص. من المزايا بتاعتها انها ممكن تشتغل ات هاير سبيدز حقيقه، واحد الاسباب
ممكن تفكر فيها كمان ان هي من الريزستور دي. ليه؟ لان الريزستور دي بتعزل الكاباسيتنس بتاعه السويتشز عن الاوتبوت نود، صح؟ ما بقتش على طول الاوتبوت نود شايف ايه كاباسيتنس تو جراوند، لا ده انا شايف سيريس ار وبعد كده الكاباسيتنس. فعاده هتلاقي الهاي فريكوانسي ريتيرن لوس والهاي فريكوانسي ريسبونس بتاعها بيبقى افضل، خلاص. والارات دي بتساعدك از سيكندري اي اس دي بروتكشن. ليه؟ لان انت لو احنا اتفقنا الدرايفرز دي، لو الدرايفر بتاعي ده انا بحط له اي اس دي بروتكشن سيركتس، خلاص الار دي الاي اس دي بروتكشن انا كنت رسمه، يعني احنا ما اتكلمناش عليه قوي، دايما بيبقى عباره عن ايه السيمبل ابروتش، بيبقى ان انت بتحط بول اب وبول داون اي اس دي دايودز، خلاص. فالفكره ايه؟ لو انت جيت تبص هنا ومشي اي اس دي كارنت، فالاي اس دي كارنت هيمشي فين؟ هيمشي يا اما في الدايود ده لو هو من الانبوت من الاوتبوت بين للسبلاي، او لو هو نيجاتيف هيمشي منين؟ من الجراوند للاوتبوت بين، خلاص. فالميزه ان الريزستور دي هتقلل الكارنت اللي ممكن يخش يمشي في مين؟ في الترانزستور، لانها فصلت الترانزستور عن الاوتبوت نود السي ام ال والاتش بريدج، الترانزستور كان وصل على الاوتبوت نود على طول. فلو الاي اس دي بروتكشن هنا بتاعك مش كويس، خلاص، واحتاج يمشي كارنت عالي او الفولت عالي، مين هيشوفه على طول؟ الترانزستور. لكن هنا الريزستور دي هتخلي الكارنت قليل اللي يخش يمشي فين؟ في الترانزستور. فدي بتاكت از سيكندري اي اس دي، خلاص. يعني احنا مش هنتكلم على الاي اس دي قوي يعني، بس يعني انتوا اللي انترستد فيكم ممكن يقراها. يعني يعني دايما السكندري الاي اس دي بروتكشن بيتعمل برايمري وسكندري، بيبقى الفرق بينهم ايه؟ هو الريزستور ده. فدايما الحاجه اللي انت عايز تحميها بتحطها ورا الريزستور، فده بيبقى اول حاجه تاخد الكرنت العالي قوي بتاع الايه؟ بتاع الاي اس دي، تمام. لان الدايود هي بروفايد فيري لو امبيدنس، يعني انت مثلا لو حطيت هنا فيري هاي بوزيتيف فولتج ريليتيف للسبلاي، خلاص، مين اللي هيترن اون على طول؟ الدايود. والدايود الكاركترستكس بتاعته اكسبوننشال، فاول ما الفولت هيعلى هيمشي كرنت عالي جدا، هيبقى شورت سيركت، فكل الكرنت هيمشي هنا، هيلاقي هنا ايه؟ هاي ريزيستنس، فكرنت قليل هيمشي في الديفايس. فاهم قصدي؟ بالظبط. انا كنت لسه يعني بص يعني اوريها لك عشان سؤالك ممكن ما نلحقش نتكلم عليها، بس هي كانت هي السلايد دي كنت لسه هتكلم معاكو ازاي هتكاليبريت الامبيدنس، تمام. لان زي ما احنا اتفقنا انت دلوقتي ايه الار اوت بتاعتك ما بقتش بس الفيكست ار اللي هي سهله انت كاليبريتد، بقت الفيكست ار بلس الار اون بتاعت الترانزستور اللي تحت، تمام. فمن ضمن التكنيكس اللي الناس بتستعملها انها تبدا تعمل ايه هنا؟ تضيف بروجرامابيلتي مع الايه؟ مع السويتش اللي تحت عشان تعرف تتيون الار اون بتاعته، فتعرف تظبط الماتش بتاع البول داون. ونفس الكلام بالنسبه للفوق، بدل ما كان سويتش واحد هحط اثنين سويتشز ان سيريس وكاليبريت واحد منهم. فاهم قصدي؟ فكان ده يبقى سويتش ثابت على طول اون على طول، بس بترن اون واوف منين؟ من اللي فوقيه، تمام. بس التوتال ار اللي انا شايفها هي حاصل جمع ايه؟ حاصل جمع تو ريزيستورز، واحد اللي انا بعمل له كاليبريشن والتاني اللي هو مربوط بالايه؟ بالانبوت سويتش، تمام. طيب طب طالما اتكلمنا على السلايد دي نكملها بعد كده ايه؟ نقف يعني بعدها يعني. فخلينا نخلص دي ونكمل المره اللي جايه. ايه ممكن؟ طب خلاص خلاص، خلينا روحوا كفايه كده، نكمل المره الجايه.